حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان ناسا طافوا بالبيت بعد صلاه الصبح ثم قعدوا الى المذكر حتى طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشه رضي الله عنها قعدوا حتى اذا كانت الساعه التي تكره فيها الصلاه قاموا يصلون